مش كل شيء طعمه حلو مفيش في نهايته مرار، ولا كل حاجة تبان من الأول إنها سوء اختيار. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صاحبة رأي، معاكم ريهام تهامي، وزي ما عودتكم كل حلقة موضوع جديد بآراء مختلفة. موضوعنا النهاردة يهم ناس كتير جدا، الناس اللي عندها أفكار لمشاريع صغيرة ونفسها إنها تنفذها، وأكيد طبعا المشروع لازم هيكون أونلاين، لأن التطور التكنولوجي اللي بقينا بنعيش فيه بقى بيجبرنا إن يكون لينا تواجد على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكال. بس مع الأسف الشديد زي ما قلت في البداية، مش كل حاجة تبان من الأول إنها سوء اختيار. في ناس كتير بتقع في الناس الغلط، شركات تسويق ما بتعرفش توصلها للنجاح اللي هي بتتمناه، أو ما بتفهمش متطلباتها كويس يعني، وبيخسروا فلوسهم في النهاية. أنا عن نفسي رأيي في الموضوع ده إن أي حد خسر فلوس، الناس اللي دايما تقولك خلاص أنا خسرت فلوسي في مشروع ومش هكمل ومش هينفع وخلاص فات الأوان، لا، ما تيأسوش وكملوا. حتى إذا خسرتوا فلوس، البني آدم هو اللي بيعمل الفلوس، مش الفلوس هي اللي بتعمل البني آدمين، وكمان مسيرك هتقع في الناس الصح. ده رأيي، وهيشاركني الرأي ضيف اللي منورني في الاستوديو النهاردة، اللي دايما النجاح شعاره في الحياة، وأنا شخصيا بشوف إنه قدر يحقق المعادلة الصعبة بين ثلاث حاجات: إرضاء العملاء والوصول للنجاح، وفي نفس الوقت الأسعار المناسبة. أحب أرحب بضيفي الأستاذ مهند صفر، خبير التسويق والمطور الرقمي. أستاذ مهند، أخبارك إيه؟ رمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وأنتم طيبين وكلكم طيبين، اللهم تسلم العربية كلها جميعا طيبين. مش أول لقاء ما بيننا. طبعا، ومبروك على البرنامج الجديد يعني، وأنا مبسوط مع دايماً مع حضرتك يعني. الله يبارك فيك، أنا كمان عايز أقول لك مبروك على شركتك الجديدة أينز لينك والعروض والأوفرز اللي أنت عاملها، هنتكلم عليها بعد شوية. الله يبارك في حضرتك. احنا يعني بنحاول نعمل حاجة عشان الناس يعني، ربنا يجعلها فتحة خير عليك يا رب. الله. ايه رأيك في الموضوع اللي بتكلم فيه؟ الناس اللي بتصرف فلوس على عمليات واعلانات وفي الاخر ما بتوصلش النتيجة، ده بيكون العيب فين؟ في الشركة او الخبير التسويق، ولا ده سوء حظ وسوء توفيق من العميل؟ والله لا، في اكتر من سبب. اول حاجة ممكن يكون هو اختار الشخص الغلط، لان السوشيال ميديا فيها متخصصين في كل مجال يعني، متخصص الملابس غير متخصص الادوكيشن، كل واحد ليه تخصص هو بيعرف ان هو يعمل اعلانات فيه او يعرف يشتغل فيه. دي حاجه دي معلومه جديده. طبعا يعني دلوقتي اي حد بيتفرج علينا، غير بتاع الملابس، غير بتاع الخدمات، غير بتاع المنتجات، يعني دلوقتي اي حد يدور على خبير تسويق لازم يعرف الاول التارجت بتاعه ايه ويحدد هو مناسب ليه ولا لا. اكيد طبعا، انا واحد في التيم عندي في اكتر من حد شغال في اكتر من مجال مختلف عشان اعرف اشتغل مع الناس. انا نفسي اول مره اعرف المعلومه دي. لا، دي معلومه حقيقيه يعني، ده غير ان الناس بدات ان هي تتفرج على يوتيوب كتير، تشوف ان هي تقدر تعمل حاجه بنفسها، وطبعا الموضوع مناسبه الناس اللي عايزه تعرف تتعلم حاجه بنفسها، دي نقطه بنتطرق ليها. بس انا عايزاك تقول كلمه للناس اللي تقول لك انا خلاص خسرت فلوسي، ده كلام فاضي، انا ما وصلتش لنتيجه، صرفت عملت اعلانات وحملات وحاجات كتير. وفي برضه بعض الناس تقول لك ايه، اسوق لملابس احسن، هي دي اللي هتجيب لي. لا بص، هو عارف حاجه طبعا يعني، مش كل اعلان او هتعمله، اولا انا دايما بقول كلمه، مفيش فلوس هتدفع في الماركتنج بترمي في الارض خالص يعني، مش ده اللي بيحصل. دايما الناس رابطه موضوع الماركتنج بالمبيعات، فالموضوع مش يعني، انا كواحد ماركتير ما اقدرش ان انا اكنترول المبيعات، لان اداره المبيعات بتبقى عند العميل نفسه. فانا ما اعرفش يعني، انت وظيفتك ان انت توصله للجمهور او الجمهور المستهدف بالظبط يعني، المتخصص في الحاجه اللي بالزبط بيعملها، البرودكت بتاعه بالظبط، لكن حته المبيعات دي بتاعته هو، لان انا مش ماسك المبيعات، مش انا ماسك المبيعات. ولا وفي اكتر طبعا، ان الناس بتسترخص الاسعار، ناس بتروح لناس متخصصه يعني، كل حاجه وليها طبعا التخصص بتاعها يعني. اكبر مشكله بتقابل خبير التسويق النهارده الثقه. اكيد الناس عملاء كتير بيقابلوك في شغلك مش بيثقوا بسهوله فيك، بتتغلب على النقطه دي ازاي؟ لا، هو المشكله اصلا ان الناس ما عندهاش ثقه في السوشيال ميديا وما عندهاش ثقه في الديجيتال ماركتنج، مع ان هو بقى حاجه موازيه، ويمكن يعني في دول ثانيه بقت هي الحاجه نمبر 1 يعني، هي نمبر 1 ان انا اعمل كامبينز على السوشيال ميديا واعمل على الديجيتال ماركتنج. لكن هي احنا عندنا بس الكالتشر بتاع المصريين شويه لسه، ما فيش اصلا. انا هدفع فلوس، انا هدفعها فين؟ انا كده هدفعها في الارض.
لا يعني يمكن لو في حد عنده الباك جراوند فهي كويسه. الثقه مش في الناس على قد ما الثقه في المجال نفسه. لا هو لا بعيدا عن الثقه، الناس ما عندهاش الاويرنس، الوعي الكافي بمجال الديجيتال ماركتنج نهائي نهائي نهائي، يمكن اكيد بالذات العملاء يعني. اكيد لا لو حد عنده خلفيه هيبقى مريحك شويه في التعامل. اكيد طبعا في عملاء بيقول لك بتسيبهم وتقول لهم شوف حد تاني ده. من اول لما كلمت في المكالمه عرفت ان هو تبع حاجه معينه بقى على طول يعني. عشان زي ما قلت لحضرتك يعني، هو طالما مش واثق في اللي هو بيعمله او هو ما عندوش بلان ماشي عليها وماشي كده عشوائي، سامع ان السوشيال ميديا دي هتعمل كذا وكده، فالموضوع بيبقى يعني فيه عشوائيه شويه. فلا يعني الواحد لما بتحس ان هو مش واثق يعني الواحد ما يحبش يشتغل بالطريقه دي. لا يعني يحب يشتغل مع حد عنده بلان. بقى الناس تثق في خدمه التسويق ازاي؟ لا حاجات كتيرة جدا طبعا طبعا يعني لازم ان هو يقعد يوريهم النتائج بتاعته، لازم يشوفوا شغله، ولازم قبل ما يتفقوا معاه على اي حاجه لازم ياخدوا منه بلان، وبلان واضحه، والبلان دي هل تهدف يعني لاهداف المؤسسه اللي هو شغال فيها ولا لا. الموضوع مش ان انا تعالى افتح اهم ب 1000 جنيه وهنشوف هنعمل ايه. لا خاصه ان انت بتقول لسه بتقول دلوقتي ان كل حاجه ليها التخصص بتاعها. طبعا الناس اللي يعني في ناس شغاله في العقارات غير بتوع الملابس غير بتوع الاكسسوارات. لا الموضوع مختلف. افرض عميل جالك قال لك انا عايز اعمل بيج ومش عايز اعمل ويب سايت، كنا لينا حلقات قبل كده وقلت لي اهميه موضوع الويب سايت ده حاجه. بصي انا هرجع واقول ان السوشيال ميديا ان انا اقدر استخدمها في البيزنس، لكن هي في النهايه موقع تواصل اجتماعي مش الموقع البروفيشنال بتاعي. يعني انا الويب سايت ده المكان الافتراضي لشركتي مثلا، انا عندي شركه فطبيعي ان انا يبقى عندي مكان على الانترنت اللي هو الويب سايت ده قبل السوشيال ميديا. فانا بالنسبه لي لا يعني ان انت في ناس بتحب تتخصص السوشيال ميديا بس ده مش صح، لان انت المفروض ممكن كمان البيج تتسرق في النهايه موقع تواصل اجتماعي. يعني انا برضو هرجع واقول النهارده هو ما بتقدرش تعمل ويب سايت عشان التكاليف، وبمناسبه التكاليف انت عامل اوفرز وحاجات تحفه جدا. بصي هو الموضوع مش بغض عن التكاليف لا يعني احنا بنحاول نعمل اوفرز عشان نشجع الناس يعني ان هي تدخل في التدريب يعني. ويبقى عندها برضو ثقه في موضوع الديجيتال ماركتنج بشكل عام، ويبقى عنده ويب سايت وعنده بيج على فيسبوك او على انستجرام والحاجات دي يعني. كتير من الناس بتعمل اعلانات لبوست معين على صفحتها على الفيسبوك وتلاقي عدد الفولورز ما زادش يعني اللايكس اللي على لا ما هو في حاجه الفيسبوك دلوقتي ما بقاش زي الاول. ان انا اقدر اعمل في الصفحه اعلان هو لللايكس بس. الموضوع ما بقاش ان انا اعمل اعلان فيجي لي لايكس ويجي لي كومنتس، لا يعني الموضوع او يجي لي رسائل. لا بقى الفيسبوك بقى متقسم ان في اعلانات متخصصه باللايكس، في اعلانات متخصصه للبوستس، في اعلانات متخصصه للليد جنريشن اللي هو يستهدف عملاء مستهدفين يعني وكده. فلا الموضوع ما بقاش يعني، واللي عايز يعمل مثلا ابلكيشن معين عايز يعمل داونلود او عايز زيارات اكتر على موقعه، فكل اعلان من دول الفيسبوك عامل تخصص جوه الفيسبوك ان انا اقدر اختار نوع الاعلان اللي انا عايزه. فمش المعنى ان انا اعمل اعلان على بوست يبقى هو كده. طب الناس اللي عايزه تزود صفحاتها بتعمل ايه؟ تشتري المشاهدات؟ لا مش تشتري، هو في فيسبوك اوريدي انت تقدر تعمل على الفيسبوك ان هو يلم لك لايكس يعني، ده موجود اوريدي يعني. بما ان انا بحترم الراي والراي الاخر ما يبركش اسم البرنامج صاحبه راي يعني، اكيد احترم رايك طبعا. عايز اعرف رايك في موضوع ان دلوقتي انا عارفه انه اي ويب سايت ليه استضافه وليه دومين يعني في تكلفه ماديه كل سنه بتدفع. في بعض اليوتيوبرز بيروجوا انه اي حد يقدر يعمل ويب سايت مجاني بنسبه 100%. طبعا حضرتك بتقولي ان في فيديوهات على اليوتيوب بيقول الناس اللي تقدر تعمل ويب سايت مجاني او تقدر تعمل حتى الويب سايت بنفسك والحكايه دي. ايوه بصي هو السؤال ده متقسم لحاجتين، ان تقدر تعمل ويب سايت بنفسك ده رقم واحد، زي كده الناس اللي تقول انا ممكن اوفر فوتوغرافر واجيب كاميرا واصور انا، فهو مش تخصصه اصلا ولا بتاعته ولا هيعرف يعمل زي المتخصص. ان بس دول بيقعدوا يقولوا ده كلام فارغ اللي يقول لك اعمل لك. لا هو تخصص، ما انا جبتها لك بمثال يعني، يعني حد جاب كاميرا يعني عشان يوفر فوتوغرافر. يعني حضرتك عايز توضح بس يعني معلش بقاطعك يعني، ان الويب سايت مثلا كستور تجاره غير البراند اولا الويب سايت انفورميشن اللي هو الويب سايت التعريفي ده حاجه، الويب سايت اللي فيه اوبريشن جوه ده حاجه ثانيه خالص. بالنسبه بقى ان النهارده عايزك توضح للناس لان ناس كتير بتسالني في الاسئله دي. لا ما انا عاوز اسالك الجزء الثاني بس من السؤال اللي هو موقعك مجاني زي على المنصات زي ويكس وجودادي الحاجات دي، ده مش ويب سايت يعني. ما انا فاهمه دي حاجه، لا انا ممكن اعمل على باوربوينت حاجه احلى منه يعني الموضوع. لا تمام. لا وكمان خلي بالك الحاجات اللي بتبقى على المنصات دي انت ما بتبقاش مالك الويب سايت ده،
غير لما انت بتجيب دومين بنفسك. لا يعني مثلا هديك فور اكزامبل مثال، في بعض اليوتيوبرز بتقول لك ايه بلوجر ونعمل وننشر اخبار عليها وده هيبقى مصدر. مين قالك ان بلوجر اصلا سهل لاي حد؟ هو بلوجر على فكره لو انت لو انا عايز اعمل موقع فيه انفورميشن معينه او فيه اوبريشن معينه، لا بلوجر صعب جدا على فكره ومحتاج حد يكون فاهم كودنج عشان يعرف يستخدمه. فاصلا بلوجر هو لو انت هتعمل مدونه عاديه مجرد تنشر مقالات او حاجه، انك تعمل موقع لشركه او لمؤسسه، لا الموضوع مختلف. اتكلمنا انت بقى شويه عن الاوفرز اللي انت عاملها. لا والله هو مش اوفرز، هي فكره اينس بلانك. يعني احنا عملنا زي ماركتنج ايجنسي، فكرتها ان هي تساعد الناس ان انت تتحول يعني في الديجيتال. انت عامل، انا شفت عروض اسعار 10,000 جنيه تقريبا. احنا هنقول اسعار عادي مش هيهمنا يعني. بص بس لك على حاجه، الناس اللي بتتفرج علينا الناس دايما بتخاف ان هي تسمع ارقام كبيره وبما ان في الاخر ممكن المشروع يفشل. خلي بالك الناس بدات مشاريع اونلاين ونجحت ولسه ما عندهاش مكان. فالموضوع ان يبقى عندك مشروع اونلاين ده دي حاجه فعلا موجوده. هي زي ما قلت لك المشكله عندنا في ثقافتنا شويه، لكن احنا عملنا شويه اسعار يعني نوازن الموضوع. ان انت برضو لو انت خايف، لا انت احنا بنشجعك ما تخافش. عاملين، طب قول لنا بس الاسعار والنظام ايه. لا يعني انت عاملين اوفرز يعني الاسعار دي بقى سعر المشروع كامل. ثواني بس عشان اوضح للناس، انت بتقول ان دلوقتي انت عامل اسعار تمام، وفي نفس الوقت كنت بتقول من شويه انه الويب سايتس دي انواع مش كل حاجه. هل السعر ده شامل لاي حد حابب ان هو يدخل؟ احنا اوريدي اي اوفر بنعمله، مش معنى ان انا عامل اوفر يعني انا هديله خدمه بكواليتي اقل. لا طبعا انا بديله نفس الكواليتي، ولكن انا بعمل اوفر عشان اشجع الناس ان هي تدخل. ايه الفرق بين العرضين اللي انت عاملهم؟ لا هو انا عامل عرضين دلوقتي، عاملين ثلاث عروض لحد دلوقتي او بتاع اربع عروض يعني. العرض الاهم ان انت ازاي تبدا اونلاين، تبدا مشروع كامل اونلاين. يبقى عندك مثلا اكونت انستجرام وصفحه فيسبوك وويب سايت ونعمل لك فيديو كمان ونعمل لك ديزاينز وكونتنت كل ده. الفتره قد ايه؟ يعني هنعمل لهم الحاجات دي واول ما المشروع يشتغل ونسيبهم بعد كده مش فاهمين حاجه وخلاص؟ عدد مشتركين معين ولا بتفضل تتابع معاهم بعد نجاح المشروع بتاعهم ما ينتهي لو حاجه وقفت قدامهم؟ بصي هقول لك على حاجه، هيكون الفلوس اللي دفعوها الباكج خلصت؟ لا احنا بنقدم دعم اصلا مجاني يعني في كل الخدمات. احنا الدعم بتاعنا مجاني مدى الحياه. مدى الحياه احنا ما بناخدش حاجه على الدعم. ده غير ان احنا بندي تريننج للناس قبل اي حاجه طبعا. بنعمل كورسز؟ يعني مش كورسز بس كورس. لا لا مش بنعمل كورس، ولكن انا بعمل له تريننج على حاجه على الباكج اللي هو خدها ان هو ازاي يعرف يستخدم. بص حضرتك انا المذيعه الوحيده اللي مهتمه بمجال الماركتنج ده، لان شايفه ان ده المستقبل بجد. بنحب والله كده ان نلاقي حد فعلا مهتم بالشغل بتاعنا، خصوصا ان شغلنا بقى يعني دلوقتي انا بحاول ان انا اجيب حضرتك ترد على الشائعات والحاجات دي، لان كتير يوتيوبرز بشوفهم بيتكلموا في الماركتنج في حاجات لا يفقهوا فيها شيء ومعلومات مغلوطه والناس بتصدق. لا بص ما هو حاجه، هو طبعا في يوتيوبرز كتير بيتكلموا على حاجات كتيره جدا مالهاش علاقه. هي الحقيقه مش كده، يمكن الهدف مثلا المشاهدات، الهدف سبسكرايبرز كتير عنده على القناه. ودايما الناس اللي بتتكلم كده هتلاقيها لو حضرتك لاحظتيهم يعني او لاحظت الشبه بتاعتهم، هتلاقي ان هو مش بيتكلم في الموضوع ده بس، هتلاقي دايما عنده محتوى مختلف وبيغير من المحتوى بتاعه. فهو بيشوف ايه الترند، المحتوى الترند اللي يتكلم فيه جيب المشاهدات اللي بيتكلم فيه يعني. لكن هو مش متخصص يعني. لو في حد، لا في ناس متخصصه عندهم قنوات كتيره جدا، ناس محترمه وناس برضه. هربت من السؤال؟ لا ما هربتش. لا ما قلتليش العرض انت عامل 3,000 تقريبا. بص يا باشا اول عرض، لا لا اول عرض احنا ال 10,000 ده بيلم لك جميع البلاتفورمز اللي موجوده اونلاين، من اول ويب سايت، صفحات فيسبوك، انستجرام، تعمل فيديو ديزاينز، كونتنت، الحاجات الاساسيه. وعاملين اوفر تاني للويب سايت بس، لو انت عايز ويب سايت بس انت بتدفع بس 1500 جنيه يعني، اللي هم بتوع ده اللي انت بتقول انه مجاني. ما هو انا التصميم كل سنه بيبقى كام يدفع كام يعني فلوس؟ بص هو بالنسبه للهوستنج والدومين طبعا هو مش ثابت، مش سعر ثابت، ولكن هو المتوسط ده اللي احنا بنقوله ال 1500. لان خلي بالك احنا بنقدم سيرفرات خاصه. ده حتى لو كان يعني الويب سايت شغال اي حاجه، براند ملابس او خلافه او هو الاوفر ده معمول على المواقع التعريفيه فقط، مش المتاجر الالكترونيه، لان المتجر الالكتروني لا مختلف ومحتاج شغل اكتر. فده اوفر تاني. ايه الفرق؟
لأ عندي فضول. لأ المتجر الإلكتروني بيبقى فيه منتجات وتصنيفات كتير وفي عمليات شراء تقدر تعملها من خلال الموقع، ويبقى عندك دفع أونلاين في الموضوع مختلف. واحنا بنعمل عروض دايما برضه على المتاجر، لكن انا بتكلم ال 1500 جنيه ده بتاع الويب سايت. لا ال 3000 ده كان عرض واحنا اصلا غنايه يعني. عروضك هتستمر عشان رمضان بس؟ لا هو لعدد مشتركين معين بصراحه، عشان وبعد كده الاسعار هترجع. مش هترجع، لا احنا يعني دي عروض الاسعار هترجع برضه مش غاليه قوي، ولكن الاوفرز دي لعدد مشتركين معين. يعني كام مشترك قربت تقفلهم يعني؟ يعني هنتكلم في كل اوفر مثلا 10 مشتركين مثلا. 10 يعني لسه الموضوع ما بداش. لا يعني في ناس بتكلمنا لما ما لاقيهمش مهتمين مثلا، وفي ناس ويتنج ليست، لا احنا بندخل اللي في الويتنج لان ده ما خدش اكشن او لسه مش مهتم. ادي فرصه للناس شويه كده هتخليهم يتفرجوا. احنا عايزين 10 مشتركين، فبيكلمنا 100 واحد، ومش احنا مش حامل ان احنا نستنى نفكر ان تاخد القرار عشان في غيرك عايز. فما حاطين بس يعني برضه ندي للناس فرصه. والله ندي فرصه بس يعني في ناس يعني حاول تكرره تاني عشان تشجع الناس. لا احنا كل فتره هنعمل عروض مختلفه في حاجات مختلفه يعني. طيب في سؤال بقى يعني انا شخصيا بيلح عليا. رايك ايه في العملاء؟ اكيد انت تعرضت للموقف ده كتير، اللي مش عايزين يدفعوا ثمن التسويق ومش عايزين يدفعوا ثمن الحملات الممولة، يقول لك ايه المنتج دوت حضرتك بيعولي او سوق لي ليه وخد نسبه. هو في تضارب ما بين حصل لك لا كتير كتير وبيحصل على ناس كتير. في تضارب ما عندنا هنا في مصر او الناس دايما شغاله على السوشيال ميديا ما بين الماركتنج والسيلز، ما بين التسويق والمبيعات. انا وظيفتي كتسويق مش ان انا ابيع لك، ان انا اسوق لك. وظيفه اللي يبيع لك قسم المبيعات عندك. فاولا انا ما اقدرش يعني في ناس في ناس لسه ستارت مبتدئه ما تعرفش الكلام اللي حضرتك. لا بصراحه الحاجه الموضوع لا ستارت مبتدئ هو لازم يعرف ان انا ما اقدرش ان انا اعمل له حمله من عندي واخد نسبه منه، لان المبيعات مش عندي، هي المبيعات عنده ده رقم واحد، رقم اثنين انا مش شريكه عشان اخد منه نسبه. انت زي ما كانك كده حضرتك بتعمل اعلان يعني ولا بترفض؟ لا طبعا برفض، لان ده اصلا مش بروفيشنال واي للشغل يعني. انا مثلا عملت اعلان في التلفزيون مثلا في القناه زي اللي احنا فيها مثلا، فانت هتدفع ثمن الاعلان بغض النظر جالك عملاء او لا. انت بتعمل براندنج لنفسك رقم واحد، فما فيش اصلا فلوس ماركتنج بتترمي في الارض. انا قلناها قبل كده، الماركتنج انت بتدفع للبراندنج بتاعك، بتدفع لشغلك. المبيعات ده يعني ده اللبس بس ما بين الناس. انت انا في ناس كتير بتبعت لي تقول لي انا عملت براند ملابس. ومعلش يعني يا استاذ ايهام، هو اللي هيبقى عامل بروجكت يعني مش عارف الفرق ما بين الماركتنج والسيلز بيعملوا ليه؟ لا بس في ناس تقول لك عملت مشروع وصرفت ومفيش حاجه اتباعت وفشلت. احنا عندنا في ناس بندي بقى نصايح للناس، يعني لو في حد الموضوع مش فاهمه او كده بنديله نصايح يبدا ازاي. مش بنستارت الموضوع ان احنا علاقتنا مع العملاء مش ان هو مجرد عميل، لا ان هو عندنا زي حاله كده ونفضل معاه ونسبورت معاه لحد ما يوصل اللي هو عايزه. فالموضوع معانا مختلف شويه. انا قلت لك فكره الشركه اصلا او فكره الايجنسي اللي احنا عاملينها ان احنا نساعد الناس، وبدليل ان احنا نازلين باوفرز ما حدش عاملها. يعني السوق كله مش عامل الاوفرز بتاعتنا. انت بصراحه ده اللي لفت نظري. وزي ما قلت لسيادتك فقلت الحق بقى. لا وزي ما قلت لسيادتك مش معنى ان انا بديله يعني حاجه بسعر. طب انت دلوقتي قفلت ال 10 ولا الناس اللي هتشوفنا وهتتواصل معاك هتقول لهم مفيش؟ لا يعني ان شاء الله يعني حتى لو قفلناهم باذن الله هيبقى في اوفرز كتيرة. يعني احنا اصلا الصفحه عباره عن اوفرز يعني، فما تلاقيش موجود. طيب اليوتيوب ارجع واقول انه دلوقتي كبلاتفورم الناس حاطاه دايما في حته انه منصه تعليميه واكتر حاجه اي حد عايز يتعلم اي حاجه هيدخل اليوتيوب. ليه الناس ما بتبصش لليوتيوب كمنصه تسويقيه؟ لا في ناس كتير بتبص ان هو منصه تسويقيه طبعا. قليل ناس كتير بتعمل ادز عليه وبتنظر على الفيديو اعلانات بس ما بيعملوش فيديوز مثلا محل ملابس يعمل فيديوز. بص انا قلت لك على حاجه، اليوتيوب منصه فيديوهات، فانت لازم يبقى عندك المحتوى اللي تقدمه عشان تعرف تعمل المحتوى ده. يعني انت لازم يبقى عندك محتوى يعني معلش محل الملابس. محل الملابس بالنسبه لي انا مثلا انا هتفرج عليك اليوتيوب اعمل بيه ايه؟ يعني هتشوف الموديلات الجديده؟ لا انا كمشاهد نهائي، انا راجل بفتح اليوتيوب بتفرج على فيديوز معينه، بتفرج على مثلا حاجات فاتتني في التلفزيون العادي بشوفها في اليوتيوب، بشوف فيديوز معينه ايه اللي يخليني اتفرج على محل ملابس مثلا في اليوتيوب. لكن لو هو عنده ويب سايت
او عنده صفحه على السوشيال ميديا، لا هشوفه طبعا وهشوف الاوفرز بتاعته. لكن موضوع اليوتيوب الناس عندها لبس ان هي بتجري على المنصه اللي عامله ترند من غير ما تفهم هي المنصه دي وظيفتها ايه. الناس اللي بتاخد كورسز في المجال و يعني بتحاول انها ما تحتاجش الخبير، بس بندعمهم جدا، بندعمهم لا جداً. يقدروا يعملوا كل حاجه لوحدهم. بص يا سيادتك على حاجه، احنا الموضوع عندنا يمكن احنا لسه ما عندناش كليات او معاهد بتدرس ديجيتال ماركتنج. انت بتدي الموضوع انت بتدي كورسز. انا مش بتكلم على الكورسز والدبلومز، انا بتكلم ان حاجات يعني لو حد تواصل معاك انت تخصصات جامعيه في الديجيتال ماركتنج مش موجود. بس لا مش بره، بس عشان بس الناس تفهم، مفيش تخصصات جامعيه عندنا كده، لكن بره في كده. وظيفه سوشيال ميديا اكسبرت بره بقت وظيفه وبقت ليها شهادات، عشان تعرف تشتغل في الوظيفه دي محتاج كام شهاده عشان تعرف تشتغلها. فالموضوع عندنا في مصر لسه ما فيهوش البروفيشنال واي ده، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا مش بندي يعني، انا بقول لك الناس اللي بتاخد كورسز احنا بندعمها، بنحاول نشتغل معاها ان احنا ان هي تشتغل، ولكن الاكاديمي حاجه والخبره العمليه حاجه ثانيه. في ناس كتير بتعمل كورسز بس ما تعرفش تعمل اعلان لنفسه، مع الخبره العمليه يمكن قدام يقدر، واحنا بنشجعه جدا وبندعمه على فكره. ايوه يعني انت شايف انه يقدر يعمل كل حاجه؟ لا مش مجرد لو خد كورس. لا طبعا مش مجرد ما ياخد الكورس خلاص يعني، لا لازم يتعلم. احنا نفسنا لحد النهارده بنتعلم. بتتعلم ازاي؟ يعني بتواكب ازاي الابديت الجديد؟ بتعمل ايه؟ بتتفرج على اليوتيوب؟ في نشرات اخباريه من كل بلاتفورم بتقول ايه الابديتس اللي موجوده، واحنا لازم نبقى فاهمينها. بنشوف فيديوز كتيره، بنشوف ارتكلز موجوده على كل المواقع المشهوره، نشوف ايه الجديد اللي حصل. انا لحد دلوقتي بتعلم، ولحد يعني ما نشتغل ما فيش حد بيثبت على العلم اقول لك انا كده خلاص اكتفيت. لا انا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش لربع اللي انا عايزه يعني. جه عليك وقت وزهقت وقلت خلاص انا هعمل شفت كارير في حياتي؟ والله جه اوقات كتيره، لان انا يعني انا بحارب الناس في مصر يعني. الناس فعلا الكالتشر مختلفه، الناس فاهمه الموضوع ده انا هدفع 2000 جنيه فده هينصب عليا. الموضوع مش كده، انت تعمل بلان لنفسك. وفي شركات الصراحه ناجحه جدا انا بحييهم يعني، في شركات عملت جوه الشركه تيم للديجيتال ماركتنج وتحت عينيهم وبيبقى في مدير عليهم والموضوع بقى لطيف يعني. غير ان هو يعني الناس لازم يبقى عارف ان احنا شغلانتنا ما فيهاش رخيص وغالي على فكره، فيها انا هدفع ايه وهاخد ايه. فالناس مش فاهمه كده. في ناس تقول لك انا هدفع ايه وما خدتش حاجه. لا وفي ناس متخيله ان هي بمجرد ما يدفع 500 جنيه ولا 1000 جنيه هيحقق مبيعات ضخمه، وده في تخيله يعني. هو بيحلم الحلم ده فده مع نفسه. ده بيبقى سوء توفيق سوء حظ ولا لا في عندها حاجات كتيره جدا. هو بس برضه مش هقول لك حاجه، ان في بعض الشركات التسويق يعني تقول لك ايه خلاص انا باخد الفلوس من العميل وبعمل له الاعلان وخلاص، ما بتهتمش ان هو ترد عليك في الوقت. هو ده للاسف، للاسف في بعض الشركات وبعض الاشخاص بيستغلوا النقطه دي. ان ده سوء اختيار، ان مش كل حاجه تبان في الاول انها سوء اختيار. طبعا ان العميل مش فاهم، بيستغلوا العميل مش فاهم فيبدا ان هو يعني ما بيدلوش حقه او ما بيدلوش اللي هو المفروض ان هو يبقى عايزه. انا بيجي لي عملاء كتير بتبقى عايز تدفع فلوس، فانا بقول لك من الاول كده الفلوس دي او البادجت اللي انت حاططها دي مش هتحقق لك اللي انت عايزه، فبالتالي وفرها عشان هي مش هتحصل يعني. يعني انت تقصد يعني ما عندك مع ان انا هدخل فلوس واكسب يعني، عندك الامانه ان انت تقول للكلاينت انت هتكسب كذا هتخسر كذا، ما تقعدش تصرف فلوس في اعلانات كتير. انا بقول له اول سؤال بقوله له انت عايز ايه من الكامبين دي مثلا؟ انت عايز او انت محتاج منها ايه؟ فهو بيرد. فلو انا لقيت ان الرفض يعني حاجه في الخيال بعيده عن البادجت بتاعته، فبقول له من الاول ده بعيد عن الكلام ده والبادجت دي بتعمل كده. بس اوكي يعني يس اور نو يعني، هو طريقه. بما ان انت كنت بتقول ان انت بيجي عليك وقت وبتزهق، انا اتصفت لو ما كانش خبير تسويق كان ممكن يبقى ايه؟ لو انت بتقول انا لا والله يعني لا مش يعني بفكر اعمل شفت كارير في حاجات ثانيه خالص يعني، انا عايز ادخل المجال. ولكن معانا كان في لينا لقاءات قبل كده كنت بتقول ان انت عشقك الانترنت منذ الطفوله. والله انا بحب المجال، ولكن يمكن انا نفسي يعني. انت احنا عايزينك تكمل علشان انت عندك مصداقيه يعني، لو كل واحد هرب من المجال وقال انا مش هكمل، ولكن يعني هيسيب المجال للناس السيئه يعني. ممكن يعني كانت الخطه او اللي كان الواحد بيفكر فيه ان انا اخلي الناس تبدا يعني ارجع للمجال تاني بعد ما الناس تبدا ان هي تفهم الموضوع، يبقى عندها اويرنس شويه بالقصه يعني.
انا عايز اقول لك حاجه، ناس كتيره جدا ومؤسسات كبيره حولت شغلها كله اونلاين. اكيد. فالموضوع يعني الناس اللي هنا في مصر لسه برضو عندها الفكر الكلاسيك شويه. طب وانت شايف النهارده الفيسبوك والتويتر انستجرام ايه اكتر منصه الناس بتبتدي مشروعها عليها؟ عايزاك تبتدي. والله سالتني السؤال ده قبل كده في حلقات سابقه وانا قلت لحضرتك رقم واحد الفيسبوك طبعا. لا هي مش كده، هي ما بتتقالش كده، هي على حسب المجال وعلى حسب الدوله اللي انت بتستهدفها وعلى حسب الجمهور المستهدف اللي انت عايزه. الموضوع مش ان انا بختار منصه، زي ما قلت لحضرتك الناس هنا في مصر بتختار المنصات على اساس المنصه دي ترند شويه. لكن هي مش متوافقه مع مجالي. يعني مثلا لو حد يعمل براند ملابس مثلا ممكن ما يعملوش على الفيسبوك، ممكن يعملوا على الانستجرام. يعني الانستجرام بقى افضل لان الانستجرام الناس دايما بتحب تشوف الصور وكده، فبقى عنده فرايتس اكتر في الانستجرام. غير ان الفيسبوك انا بنزل بوستس مختلفه، مش شرط ان انا انزل كل الصور المجلات بتاعتي، ولكن انا بعمل فرايتيز كتيره، يعني بعمل حاجات كتيره، بوستس كتيره، بوستس اويرنس، فالموضوع مختلف شويه. في الانستجرام انا بنزل صوره فالعميل بيشد الصوره اللي نازله يعني للموديل ده. يعني قبل ما وقتنا مع الاسف الاوقات الحلوه بتعدي في ثواني، وانا مبسوطه جدا انت كنت موجود. والله عايزه بس تدي نصيحه لكل حد بيبتدي مشروع اونلاين، يعني ما تقول له مثلا انت هتبتدي مشروع جديد يشوف احتياجاته ايه. والله انا كده هيبقى اكتر شهادتي مجروحه في الموضوع ده. تعالى يعني تعالى اينو سويك، اكيد يعني انا يعني فعلا احنا عاملين شغل كويس واتمنى الناس تيجي عندنا. واحنا مش انا مش بعمل دعايه ان شاء الله بعد الحلقه هتلاقي كتير لا لا انا مش بعمل دعايه يعني. بالعكس انا بالنسبه لي عايز افيد الناس والناس تبقى مستفاده اكتر يعني. لا انا عايزه نصيحه في كلمتين، يعني حددوا هدفهم، عايزين المشروع عباره عن ايه عشان يعرف البادجت بتاعته ايه. لا لا هو يعني هو عايز يعمل ايه يعني، ويعني انا متهيألي الناس تبدا بس تتنازل شويه عن الفكر التقليدي. تمام. يعني ابدا شوف الناس حواليك بتعمل ازاي واعمل زيهم بس كده. تحب توجه شكر لمين في اخر الحلقه؟ طبعا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج والقناه يعني بجد، واهم حاجه ان احنا نقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم. والله اكرم، وانا اتشرفت جدا بوجودك معايا النهارده ومنورتني، ومش اخر لقاء اكيد لينا لقاء تاني. خلصت حلقتنا النهارده بس الكلام لسه ما خلصش. اشوفكم على خير دايما في حلقه جديده بموضوعات اهم واراء مختلفه من برنامجكم صاحبه راي. كنت معاكم ريهام تهامي.